التأثير يا جماعة؟ نرحب بيكم في الجلسة البحثية الثانية من الدورة الثامنة من مؤتمر قصير للنسر المصرية. بنقدم اليوم بحثين، بحث للباحث والناقد والشاعر عمر شهريار بعنوان قصيدة النسر والتراث جدل القطعية والتواصل، ألا قطيعة أسفل التواصل. والبحث الثاني للباحث أستاذ مجدي نصار بعنوان هل تنكر الشعر؟ القصيدة النثرية بين الإنكار والإقرار. أبجديا بقى هنبدأ بعمر شهريار. مساء الخير، وكل سنة حضراتكم طيبين. الحقيقة يعني أنا في موقف جاء أحسن عليه من عهد الأشهر ده امبارح. كان من المفترض أن يكون في هذه الجلسة الناقد الدكتور محمود عبد الباري، لكن هو اعتذر في يوم الخميس الماضي، فأضفت بأن أنجز بحثا في ثلاثة أيام. لكن في الحقيقة هي أفكار أولية أفكر معكم فيها بصوت عالٍ، ليست بحثاً، يعني هذه ليست مدة إطلاقاً لإنجاز أي بحث في الحقيقة، لكنها مجموعة من الأفكار والتصورات والتساؤلات حول قصيدة النسر وحول علاقتها الممتدة والمعقدة بالتراث. ومن ثم هذا الحديث سيطال بشكل أو بآخر بدرجة أو بأخرى ما يشاع كثيرا، واتهامات بعض الاتهامات التي تلقى في وجه أي شاعر قصيدة نسر، وأقرب الاتهامات المحفوظة وربما أشهر هذه الاتهامات أنها قصيدة ليست إدمة التراث العربي، أنها في قطيعة مع التراث العربي، أنها تهدد الهوية. يعني أحيانا الناس بتكبر الموضوع قوي ضد الهوية وبتدمر الشعر العربي، ويعني في ظني أن هذه أسئلة أو هذه اتهامات تجافي الحقيقة إلى حد بعيد، وكأن هذه القصيدة تكتب بلغة أخرى غير عربية، يعني كأن اللغة العربية كلها هي خيم أحمد ويوجد فيها أي شيء آخر. فإذا ابتعد القصيدة عن البحور المعروفة البحور 16 أو يعني تنوعاتها، فإذا هي ضد الهوية وضد الثقافة العربية وتدمرها وفي حالة قطيعة تماما. في ظني أن العلاقة دائما مع التراث سواء في قصيدة النسر أو في قصيدة التفعيلية أو في قصيدة الموزون أو في النسر أو في أي كان النوع الأدبي، هو إن ثقافته بشكل أو بآخر في حالة جدل طوال الوقت. جدل، هناك مناطق تحدث فيها قطيعة وانزياحات، وهناك مناطق يحدث فيها تواصل مع التراث النوع أو تراث الثقافة بدرجة أو بأخرى بشكل أشهر، يعني تراث الثقافة أوسع بكثير جدا. فيوجد في ظني شاعر قصيدة الناس يكتب بمعزل عن اللغة. اللغة طوال الوقت تندس فيها الأفكار والأيديولوجيا والتراث والعادات والتقاليد وأفكارنا وموروثنا، نحن نولد داخل اللغة نتشكل بها وفيها ومن خلالها، ومن ثم لا يمكن لنا النفاذ أو الانزياح خارج هذه اللغة. ربما أي شاعر وطموح أي شاعر هو أن يحدث بعض الانزياحات أيا كان بقى النوع، مش هتفرق قصيدة نسر أو تفعيلية أو عمودي. أحمد شوقي أكيد كان يريد أن يحدث انزياحات ما في اللغة، يحدث تركيبة جديدة يخترق، لأن يعني الإبداع هو حالة دائمة من الخلق، حالة دائمة من الانحراف. فإذا لم يكن لدى الشاعر هذه الحالة أو هذه الرغبة، هذا الطموح في أن ينحرف بقصيدته، يخرج البناء التقليدي الاعتيادي التداولي للغة، فهو لا يضيف ولا يضيف.
فهذا مبدأ أظنه حاكم لأي تجربة شعرية وأي مشروع شعري بغض النظر إذا كان نفعي أو عمومي أو مصر. عندما قال صباح الصبور وشربت شاي في الطريق وأدقت نعلي، هذا كان خروج عن المفهوم التقليدي الشعر، يعني الشعر لم يكن فيه هذا إلى حد بعيد، كان المدارس السابقة عليه والمسألة من فيه وزن، الخروج هنا مش مسألة الوزن، هو ملتزم بالوزن، ولكن مفهوم الشعر، ما الشعر في هذا؟ يعني الشعر المنمق، الشعر الوجدان مثلا زي المدرسة السابقة عليه، أو الشعر إحياء والبعث المدرسة الكلاسيكية، فكل مدرسة تحاول أن تنحرف أو تقدم جديدا في هذا السياق، في هذا النوع الجديد لميراث النوع وموروثه وتراكماته. رغم ذلك فإن هناك أشياء تكون فوق الشعر أو متسلطة على الشعر لا يستطيع أن ينفذ منها، أن يهرب منها بالضرورة، يعني منها علاقته من علاقة الشاعر بتراثه المعرفي والفكري والأنثروبولوجي والعدد التقريب والأفكار والمعتقدات والأديان. أظن أنه يوجد شاعر قصيدة مسح تقريبا لم يتناص مع آية قرآنية، مع حديث، مع أمثال، مع حكم، فكيف يقال أن هناك قطيعة، يعني كأن أو أنه يهدد الهوية، يعني فهي حالة جدلية طوال الوقت، أنت تتصل بأشياء وتنحرف، تحدث قطائع في تاريخ النوع وفي موروثه وفي تراكماته، حتى على مستوى بنية أو جماليات القصيدة. التناص أحد جماليات القصيدة عموما، سواء عمودي أو تفعيلي أو نسي، مش هتفرق أنت عندك وزن أو ما عندكش، يعني أنت كده طول الوقت متناص وفي حالات علاقة جدلية مع تراثك، فالتناصات بمعنى التضمين، يعني أنك تحط جزء من النص أو جزء النهاية، أو مع في التواصل المضمر أو التنص المضمر في بنية القصيدة يبقى خفي، ومحتاج تعرف تفعيلاته جاي مين، جاي من التصوف، جاي من النص الديني، جاي من وهناك تواصل، بعد حين الناس تتصور أن هناك تواصل، أن هناك تواصل واحدا، نحن طوال الوقت أمام تواصلات متعددة، تواصلات حتى على المستوى الثقافي بتاعنا، في تواصل غنائي وتواصل شعري وتواصل ديني وهناك تواصل نوع، تواصل نوع أنت تنتمي به، أظن أنه يوجد شعر قصيدة نسر أو أي نوع يراقى المتنبي أو يراقى أحمد شوقي أو يختلف معه طبيعي، إذا ما اختلف فهو ليس شاعرا، يعني إذا تكون لديه الرغبة في الاختلاف فهو يقدم، حتى مع شعر قصيدة الناس نفسهم، يعني أو مع نفسه، مع ديوانك السابق، يعني إذا لم ترى تجربتك وتريد أنك تنحرف عنها أنها أصبحت تواصل، يعني أصبحت شيئا آخر عنك، لابد أن تنحرف عنها في الديوان السابق قدر ما تستطيع، وإذا تشابه ديوانان شعر واحد نقول أنه يكتب نفس القصيدة بالأوجه المتعددة ويعيد تكرار نفسه ويعيد إنتاج نفسه. هذا شكل من أشكال التواصل، وهو تواصل النوع العابر للثقافة، يعني أنت كيف يمكن أن تعتبر رامبو أو جوديرير أو أي شاعر غربي جزء من تراثك، أنت لست منعزلا عن هذه التراثات، هذا جزء من التراث وأنت في علاقة جدل طوال الوقت معه، حتى على مستوى الأنواع الأدبية الأخرى، يعني كيف لشاعر يراقب روايه مثلا، يعني لا يفكر فيها، هناك شعراء يصدرون دواوينهم بجمل من روايات او من كتب فلسفيه او عباره عن نيتشه، هذه كلها تراثات، ليس التراث هو فقط التراث العربي، انت طوال الوقت في علاقه جدليه مع هذه التراثات المختلفه. على المستوى الجمال ايضا بعيدا عن التناص، هناك فكره السرد التي تقال طوال الوقت عن قصيده ناس، وانا اشرت من قليل صراحه صفور
هذا سرد ودراما في بنيه دراميه في القصيده، وهل عند احمد حجازي، والحقيقه يعني طوال الوقت دايما مش مشاري او المتهبي مشاري بيجيب انه تجديد في قصيده النسر احدثته انه اعتمد على السرد، ولكنه في الحقيقه ايضا هذا ليس جديدا. هذا موجود في الشعر العربي منذ بواكيره الاولى، منذ معلقه امرئ قيس، فنبكي من ذكرى حبيبنا من زي سقط الجوى بين الدخول فحولي. بنيه القصيده كلها بنيه دراميه، بنيه متماسكه، وانا طوال الوقت في مشاريع وفي دراما وفي يعني دراما متصاعده وفيها راوي ومروى عليه ومروى عليهما يعني، وفي كل تحليل السردي، ويمكن الدكتور محمد زيدان بيعمل تحليل سردي الشعر طوال الوقت، وهو مهتم بأن يحرر الشعر سرديا بأدوات التحرير السردي. وعنده كتب كثيرة ومهمة في هذا السياق يعني لم يتابع في الدكتور. فهذه البنى السردية موجودة في التراث العربي وفي الشعر العربي منذ بداياته الأولى يعني منذ الشعر الجاهلي، وأنا ظني أن أقرب نموذج لقصيدة الناس على مستوى هذه البنية الدرامية هو الشعر الجاهلي، وربما بعد ذلك اختلفت الأمور يعني أصبح البيت وحدة القصيدة أو كده يعني، البيت بقى منبت الصلة أحيانا في بعض المدارس بما قبله وما بعده، لكن كان هناك وكأن قصيدة الناس بتعيد إحياء هذا البعد الدرامي في الذي كان موجودا في الشعر الجاهلي. مش بضيق أواعي الشاعر وهو بيكتب ان ده هو متصل بالشعر الجاهلي، لكنه حاضر في تقاليدي وراسخ في وعي وفي منطقة عميقة من رأسه، انه امتداد بدرجة ما، امتداد لكنه امتداد مختلف، امتداد منحرف يعني بمعنى الانحراف الفني او العدول، في ناس بتسميه عدول عشان الزباله السيئه كلمه انحراف، ودكتور محمد عبد الطيب انت عارف يعني دايما ما يحبش يترجمها بانحراف، يترجمها بعدول عشان الابعاد الاخلاقيه يعني نوع شاعر منحرف يبقى يعني فراق شاعر مختلف يعني او فيه عدول عن النسق القديم. حتى الحديث عن الأغراض الشعرية طوال الوقت هناك كلام عن أن قصيدة الناس ليس فيها فكرة أغراض، وإن دي كانت مسألة أو مناسبات يعني، ده في بداية قصيدة الناس خالص أنها قصيدة بعيدة عن الأغراض، قسمت الأغراض الشعرية القديمة الأطوار والوقوف على الأطوار والرساء والشبيب والحاجات الموجوده في الشعر القديم، في حقيقه لم يعد هذا يعني معيار، واصبح قصائد الناس يوجد فيها هذه الاغراض بدرجه اخرى، عندما او حتى شعر المناسبات او الشعر المحتك بالاحداث السياسيه، عندما نعلم ان شاعرا مثل كريم عبد السلام مثلا اصدر الاسبوع الاربعين الماضيين ديوانا بعنوان اكتب فلسطين متجاهلا ما بعد الحداثة، والديوان كله تقريبا عن فلسطين، يعني هنا في سمى التفاعل مع الحدث السياسي، في دواوين صدرت عن غزة مثلا، قصائد يعني فكرة ان الشعر قصيدة الناس مش متصل مع واقعه ولا يكتب قصيدة المناسبات، ده مش حقيقي يعني في وكان كريم كمان كان كاتب كتاب سابق الصدفة يعني ان هو عنده دواوين متفاعله مع الاحداث، قنابل مسيره الدموع كان عن صار كميه شعراء قصيدة الناس، ده بس عشان جاي في دماغي دلوقتي. ايه؟ في مسابقتين انا عارف، في منهم ديوان طلع في دار الملك واعرف تفاصيله، في دواوين يعني ففكره المناسبات حاضره في قصيدة الناس، مش شخص بعيد ويكتب عن الذات فقط يعني، هذه الاتهامات الشائعه طوال الوقت انه شخص مغلق ويعيش في ذاته مش حق، ليست حقيقيه تماما. وحتى في القصائد الذاتيه ستجد زرار الواقع، زرار الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ربما ليس بنبره زاعقه ولكنها هذا الواقع موجود وممثل وحاضر وشاخص في القصيده، ويمكنك ان تشير اليه وان تجده بدرجه او باخرى. اغراض اخرى مثلا الرساء مثلا
أين موضع قصائد جمال قصاص اللي كاتبها عن حلمي سالم مثلا؟ أين موضع ديوانا كاملا بعنوان أنا شاهد قبلك كتبته فاطمة قنديل في وساء صديقتها سهى عصفور، سهى جلال عصفور؟ أليس هذا يعني فكرة الأجراض الشعرية هنا حاضرة بقوة وممكن تبقى في نماذج كتير يعني بيجي في ذهني يعني مش محطة يعني أنا بجيب كده من اللي أنا عارفه يعني. هذا الديوان يعني ما يختلف الذي أحدثته فاطمة عندي عن الخنساء مثلا، يعني أليست هي بلاد الخنساء؟ صحيح أنها تختلف طبيعة الحال حتى في بنية القصيدة نفسها في جمعيتها في دي قصيدة ناس التانية كانت عمودي، لكن الغرض الشعري وساء بوصفه غرضا شعريا حاضر هنا. يمكنك أن تلمح احتفال بقى ثقافية بحكم طبيعة العصر أن الأنثى ترسي صديقتها الأنثى وليس الذكر الأخ الحامي، يعني يمكن هنا الحديث عن احتمالات كثيرة جدا واختلافات كثيرة جدا وتأويلات لا علاقة بالثقافة لا علاقة بالنظر لا علاقة ببنية وجمعيات القصيدة مختلفة بطبيعة الحال، لكن ثمة امتداد ما عن فكرة الوسائل موجودة عندنا في تراثنا طوال الوقت. فهنا يحدث الجدل، جدل القطيعة والتواصل، أنت متواصل مع تواصلك بدرجة ومنفصل عنه بدرجة أخرى لأنك بطبيعة الحال شخص مختلف. يعني أنا في علاقتي يعني بناقد آخر نحن نستفيد من بعضنا، يعني مع أحمد حسن مع أساتذتنا مع دين الكبار مع جيل الوسط، ده موضوع موجود في النقد وفي الشعر وفي الرواية وفي الرواية الآن ليس بالدواء سيكتب مثل نجيب محفوظ سيحاول أن يختلف عنه، لو شعر عاميا مش بالدواء يكتب زي فؤاد حداد هيحاول يختلف عنه، لكنه موجود بوصفه تراث فؤاد حداد موجود هو الأب لشعر العامية الآن، فأنت متصل به وموجود في وعيك. أظن أن جمال قصاص يحتفظ في ذهني بكثير من التراث العربي وهو يكتب، لكنه يعني يكتب بصيغة طبيعية بغض النظر سواء كان في مرحلة كتابة التفعيلة مثلا في البدايات أو في مرحلة قصيدة الناس. وأنا يعني أحب جدا جمال قصاص لكني ربما أنزعج وجدت أن أنا أكتب مثله، يعني ده طبيعي. وإذا لم يحدث هذا هي العلاقة المرتبكة طوال الوقت مع الأب، العلاقة بينك وبين تواصل، العلاقة الابن بالأب، ربما لن ترتاح وتهدأ إذا وجدت بصمتك الخاصة. هنا تصبح علاقة مع الأب وتواصل بقى مش الشخص، يعني تواصل بوصفي أبا، أنت في علاقة منكفة طوال الوقت معك، مش في قطيعة تامة ولا في استجابة تام. وربما هذا ما جعلنا نقول أحيانا عن بعض القصائد العمودية أنها مجرد نظم، أنها تستعيد، أنها قصائد ممضوغة، لأنه يعيد نفس الأفكار ونفس الطريقة فيها أوزان ومفيش جديد، يعني أنت عامل أوزان مظبوطة جدا إنما مفيش شعر، يعني ماء الشعر كما كان يسميه القدماء وهذا مصطلح تراثي يعني مش موجود. الشعر هو حفر في اللغة، يعني اختراع لغة جديدة من نفس المفردات، أنت لم تخرج عن بنية اللغة لكنك تعيد تركيب بحاجات زي البازل بتحط دي هنا مكان هنا وتجرب علاقات جديدة في اللغة بطبيعة تدميرية ملهاش علاقة بالتدميرية الناس عشان بس خارج في إطار التقييد الفهم التدميرية دي إنك تدمير اللغة العربية كلام كبير كده وبتبقى يوم 18 ديسمبر ده بالنسبة لي بقوم اسود يعني بيبقى فيه مندبة لكل الشعراء التقليديين والأدباء التقليديين كان في أماكن معروفة يعني تعالوا عامل زي الشيعة كده تعالوا نندب على لغة ما يا إخوانا احنا بنتكلم في لحن في لحن أحيانا يعني نحن نخطئ أحيانا ضد هذا بطبيعة الحال لكننا لسنا عاجل يعني اللغة موجودة ونحن في علاقة صحية معها في علاقة قصائد الناس في علاقة صحية جدا مع تواصها ومع هويتها ومع تاريخها ومع مخزونها، هذا هو المخزون الذي ننهل منه طوال الوقت ونتصل به على مستوى الأغراض على مستوى المناسبات
أين يمكن أن نوضع مثلاً مدى حقيقة المخ مثلاً؟ يعني هذا الوان مهم حلم سائل محمد الله عليه. في غزة الصويح وغزة العفيف، مش ده يعني مش ده التراس يعني. كان قصيدة لما يجي قصيدة نسر فيه شوية جسدانية وبتاع، بص بص بيهددوا ثقافتنا. طب ما ده موجود في تراثنا يعني، وتحت نصفها لم يحولي يعني. انت عامل القيس ده كان ايه؟ يعني عمر بن الربيع عبيته بنا يعني. في حاجات كتير جدا، انما الناس تبقى متوسطه. طب ده انت كده اما بقى في قصيده فيها جسديه ده متصل بالتراث جدا جدا يعني. مش بالضروره يبقى قصيده كلها او غزل كله عفيف. في غزل غزل عفيف، عايز غزل عفيف روح عند خالد حسان قاعد غلبان في قصايده شايفه خالد. خالد حسان طول ما قاعد غزل عفيف كده في الفيسبوك بتاعها مش قاعد مع الاسراف القدام جدا قيس بن مروح يعني. انا ما اعرفش يعني ما اقدرش يعني. هو حسان ده يعني عنده صب قليل. فهذه نماذج كل منهم وكل منها من التجارب دي يعني يمكن ان تصله بسلفه بطريقه او باخرى، لكنه ليس سلفه بطريقه نفسها. سمت الجدال، سمت خيط رفيع وعلاقه جدليه بين فوزا خالد بقى في حكم كده يا حقيقه في علم عفيف كمان عصاب وعفيف ما تعملش حاجه. ف كل شاعر لديه سلف بطريقه او اسلاف يتعارف معه وفي حاله اشتباك دائم وفي حاله انحراف دائم وفي حاله جدل بين وغضاضة إطلاقا. إذا يعني وجدنا صلة بين شاعر مصري وكفاف يعني هذه ما تراث سموح منه فين يعني زي أو بين شاعر ويستقي يعني قصيدته كلها قصيدة درامية يعني المنظور الدرامي أقوى من في شعراء أو في دواوين كده مكتوبة كلها قصات العريض يعني بفرانكفون كأنها قصة قصيرة يعني. ممكن أنا أشير لديوان أحمد يمان مش فاكر اسمه، كان موضوع في مكتبة أسرة يعني أماكن خاطئة. هو أنت قرأت هذا الديوان هو عبارة عن قصص قصيرة، وهناك دواوين عطف عبد العزيز بنفس الصيغة، وهناك دواوين المتصل عبد الموجود بنفس الصيغة القصصية فرانكوفون. هي بنية قصيدة بنية قصة بالأساس، لكن فيها الشعرية مختبئة يمكن أن تبحث عنها بكثير يمكن أن تبحث عنها بكثير من المجهود حتى تكتشفها. ده يبقى انت شايف علاقته برؤيته عنها رؤى ضامنه، رؤى فيها حدوته اكثر. فالفنون لا تعيد انتاج نفسها، انما تعيد تشكيل، تعيد اختراع، تعيد بناء، مش استنساخ. لا تستنسخ التراث. التهمت هذه في ظني هي راغبه في استنساخ التراث. أظنها كثير منها اتهامات سلفية يعني تنتج عن عقلية سلفية تريد أن تعيد أنت بنفس القصيدة نفسها، نفس قصيدة المتنبي، فأنت تمسخ الحاضر وتريد أن تعيش في فردوسك المفقود القديم الزمن الفن الجميل. هذه الكلمات كلها أو هذه العبارات زمن الفن الجميل مش عارف إيه التراث بتاعنا يعني. انت دائما حتى في الدراسه الاكاديميه نقول اننا لابد ان نقتل الدراسه بحثا، نشترك معه في دوائر. دوائر الذات اين اضعها؟ ما انا ذاتي لازم تبقى موجوده. الدراسه موجود وفي دائره ذاتي وفي دائره الواقع وفي دائره الممارسات السياسيه، وهذا الجدل ينتج النص الجديد او الخطاب الجديد. فهو فيه علاقه ليس هو بالضبط لكنه ابنه ونسله وحفيده الشرعي تماما. وكون قصائد الناس اتيه من الغرب بغض النظر عن الصناعه يعني واقف قديمه،
نفاي وحسين عفيف يعني حتى يا بات مغرب يعني ما يوايا بيا مغرب مش كده يعني يعني حددت هويتنا في القصه قصيره مش ان المقام مع الناس في ناس رواية اصلا السياسه الشعبيه جايه من السياسه الشعبيه وسيره مش عارف نموذج جاي وحاجات كده ودي ملاحم بتاعتنا اوكي سواء كانت ابن التراث ما انت برضه كان عندك تراث ممكن يبقى في حصل جدل يعني ما بين النص الغربي او النوع الغربي البيور جاياك كامل نهائي ما هم كان عندهم تطور وانت عندك تطور وانت مش في معزل عنهم ووايد ياخدوا حاجات عنك يعني الموشحات عندنا في تراثنا العربي الاندلسيه كان في موشحات ما فيهاش وزن وعادي وهي فن عربي وكانت بتكسر الوزن في التراث الاندلسي مش بالضروره بس جايه من الغرب فما فيش حاجه انتاج زي قمصان والبنطلونات دي صنع في مصر صنع في الصين ما فيش ده يعني لم يعد موجودا في الثقافه هي انتاج تراكمات متعدده ما فيش حاجه انتاج ثقافه واحده لكنها انتاج هذا الجدل بين الثقافات وبين الافكار وبين الانواع الادبيه وحتى اللغه بتاعتنا ما هياش عربيه بلور ومش هتبقى عربيه بلور ابدا يا زمان كانت ولا دلوقتي القرآن فيه ألفاظ أعجمية وفارسية وكثير لأنه كان في حال مثقفة فقصائد الناس هي بنت هذه المثقفة بنت انفتاحها الآخر وانفتاحها التراث مش في ليست ابنة القطيعة هي ابنة الجدل الخلاق طوال الوقت ما بين ماضيك وما بين ماضي الثقافة الكونية إذا جاز التعبير وشكرا لحضراتكم والله محضر بقى قلت له شكرا استاذ عمر شبيور.